لو سمحت ساعد اليك الان، تفضلي يا مساء سيده الخير سهام. يا مساء. شوف، انا مش فاهم معلش نتعرض لكل هذا، فقط لاني قلت انه حق التظاهر السلمي والتعبير على الراي والراي المخالف مكفول بالقانون. يعني هذا ولا يحدث كل هذا الكميه الهائله هذه من التوتر لهم ذلك. ولكن حبيت نقول راهو تزييف الحقائق، واذا كان شهداء الثوره كلهم نختزلوهم في 3 شهداء كما قالوا لنا، فكيف زاد التظاهرات السلميه نزيدوا نحصروها في 3 خرجوا يتظاهروا، والتعذيب كيف نجموا نختصروه في 1 بركة تعذب وشوف هذيك حقيقة ولا لا؟ يعني هذا راهو الشيء من مأتاه لا يستغرب. شنو تحب يقول لك؟ إذا كان قال لك شهداء كلهم 3 طلعوا، يظهر لي حسبوهم بالعدد لقوهم 3، وإذا كان يعني هذه القدرة الهائلة على تغيير الحقائق وعلى تبديلها، وفي باله معناها اللغة من جديد، لغة التخويف والترويع، باش يحملني مسؤوليتي، حكمني يا أخي، هاك عندك المحكمة شغلت، لعل غدوة لأني عبرت على رأيي أنا زاد اليوم نلقى روحي غدوة معناها يتعرض في السجن، ولا تفكوا لي باسبوري في المطار ولا كذا. هذا مستعدين له، عارفين له، جايينه من ناس لم تمارس علينا إلا ذلك، وخطابها هو التخويف والتهديد والكذا. يا سيدي، هو كما قلت طبق علي القانون واعمل ما شئت وما اردت، نحن مستعدون لهذا واكثر من ذلك. طيب لا, لا, لا تخيفني يا اخي، ولا تهددني ولا تروعني. انا تونسيه مثل التوانسه الكل، شفنا بعضنا المشاهد ومن حقائق ومن ناس حكايات. صحيح انه يجب التثبت ويجب كذا، ولكن من حقنا تكون عندنا خشيه، من حقنا انه طيب. حمايه حرياتنا وحق التعبير، مش بالضروره الناس تخرج كانت تصفق لك ولا تعبر كان على رايها معك والا في صفك. الناس باش تكون 45% طيب. من الشعب طيب سيده سهام، وباش يكون عنده وسائل سلميه، ان شاء الله تكون سلميه، نعم، للتعبير على طيب. مخالفتك للراي. لازمك تتعلم تقبل، وما تهددش الناس اللي تخالفك في الراي بانك باش تتخذ معاها الاجراءات القانونيه ولا تنفيها ولا تسجنها من جديد. لغه فات هذه ما عادش تقدر عليها. راهو خلاص سيده سهام، خليك معي لساعد اليك. استاذ مهدي عبد الجواد، سيد مهدي، توصي الى الشعب التونسي في افساد عرشه الديمقراطي. طيب سيد مهدي تسمعني الان؟ لا ليس طيبا. اعتقد ان هذه المراه تقوم ببث المغالطات يا استاذ مهدي للاساءه الى الشعب التونسي. استاذ مهدي هل تسمعني الان؟ نعم تفضل اسمعني. لما تكون هي تتحدث، يعني اقول لك نقطه حتى يعني هكا تقنيه، لما تكون السيده سهام تتحدث فنحن ما نستطيعش نعدي صوتك، يعني كلام كثير قلته لم يسمعه احد، ولذلك ندعوك لحظه بس، ولذلك ندعوك الى التريث والهدوء حتى نستطيع نفهم الرساله التي تريد. انا لا اريد حقيقه ان نواصل الحديث معها، لو قلت لي انا موجوده ما كنت اواصل الحديث. لا معها. يا استاذ مهدي، سيد مهدي، انتم الان حزب نداء تونس هو الحزب المنتصر، ولابد ان تقدموا نموذجا على الصبر. انتم المنتصرين الان، لابد ان تقدموا نموذجا على الصبر على المخالفين وعلى المعارضين، والا كيف ستحكمون البلد في النهايه؟ نحن لا نقدم مع الارهابيين. يعني سيده سهام بعد الان ارهابيه؟ هذه تنظر للفوضى. يا أستاذ مهدي أرو كلام هذا يعني شوية كبير يعني وخطير في حق الكل. يعرف السيدة سهام بادي موقفها شوية قوية وكذا، وربما حتى شجاعة، ولكن ليس لهذا الحد. طيب خليني أسألك سؤال وبعد ذلك. السيدة سهام بادي وزيرة فاشلة، أساءت طيب 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 وأساءت المرأة التونسية. يا أستاذ مهدي أنتم سميتوا حتى الدكتور المرزوقي سميتوه فاشل، يعني طيب أسمعني، خليني أسألك سؤال لو سمحت يتعلق بالتخوف الآن الموجود عند كثير من التونسيين، يعني وهذا بصراحة لا يمكن أن ننكره، يعني التخوف من عودة أساليب حكم بن علي وأساليب النظام الماضي في التعامل مع المخالفين أو في التعامل حتى مع المظاهرات التي تخرج. هل عندكم أنتم في حزب نداء تونس وفي سيد الباشا قايد السبسي ما يطمئن التونسيين على أن العودة إلى الماضي السابق؟ فهمت سؤالك يا أستاذ. تفضل. فهمت سؤالك. تفضل جاوبا. أولا كنت منذ البداية تحدثت عن قناة المغاربية وتحدثت عن الأجندة التي تنجزها. نعم. أنتم لستوا قناة محايدة
ولا حق لكم في التدخل في الشأن الداخلي التونسي. يعني طب انت دخلت فينا احنا زاد اسمعني اسمعني لا 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 اقف اقف لا 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 لن اسمح يا مهدي مهدي توقف توقف لا لا لن لن ادعك لن ادعك. يعني انت جيت مشحون يعني مش عارف من شاحنك على قناة المغاربية لتتقول